احنا اعنف لعبه جماعيه احنا هي اللعبه عشان عندنا فيها احتكاك جسدي. بس هو في قوانين اتطورت واتغيرت فتلاقي كارت احمر ودقيقتين، يعني هو القوانين عماله تتطور بحيث ايه العنف، بس الاحتكاك مش هتقدر تعمل فيه حاجه، لازم هيكون في احتكاك. فالاحتكاك اللي هو جسم قدام جسم، ودايما الاجسام الكبيره، يعني بمناسبه احمد الاحمر عشان هو مهاري قوي، فالاجسام الكبيره لما يبقى فيه لعيب مهاري بيلعب قدامه فبيعوض شويه اللي هو سنه ايه، وممكن زي ما تقول بلغه الكره اليد يتاكل وهو واقف، فايه بيبقى ايه في عنف زياده شويه. يعني مثلا زي مثلا الكره اللي بتيجي اي تصويب بتيجي في وش الحارس كارت احمر دايركت، حتى لو في بدايه المباراه اي زقه في الهواء، الحاجات بقى اللي هي الخطيره دي، اي زقه في الهواء برده كارت احمر مباشره، اي حاجه من ورا زق برده كارت احمر مباشره. ففي يعني هم طوروا في الحاجات اللي هي الخطيره بالذات اللي هو في الهواء وفي التصويبات وحارس المرمى وش حارس المرمى، دي كارت احمر على طول حتى لو في اول دقيقه. رميه الجزاء نفس الكلام، لو جت في حارس المرمى كارت احمر على طول. محمد الشناوي جسم نموذجي لحارس مرمى كره يد. محمد الشناوي جسمه ما شاء الله جسمه حلو، واطرافه نفس اللي هو يبقى زي يبقى حارس كره اليد. لاعب كره اليد اهم حاجه ليه مواصفات بدنيه خاصه، الطول واطراف كف ايده يبقى كبير، يعني كل ما يتوفر في اي لعيب في اي لعبه المواصفات دي، كف الايد والاطراف الطويله هي دي اللي تنفع في كره اليد. وليد سليمان اصله اشول والترقيصه بتاعته عامله زي الفنت كده، يعني هو وليد سليمان اللي قريب. ومحمد صلاح بصراحه، يعني محمد صلاح برضو اللعب بتاعه اللي هو الفوت ورك بتاعه بتاع الكوره والفنتات والترقيصه اللي احنا عندنا اسمها فنتات، ينفع يبقى لعيب اشول كمان، يبقى 100 وسريع. يعني احنا محتاجين المواصفات بتاعه محمد صلاح اللي هي السرعه بتاعته دي عندنا في زي سند كده، اللي هو يجري فاست بريك وياخد الكوره، يعني السرعه دي بتاعت اللي هو محمد صلاح وليد سليمان دي محتاجينها. وكمان عشان لعيب اشول بيبقى عمله نادره في كره اليد دي، وبيبقى اشول وسريع لان السرعه بتبقى مرتبطه بالالياف البيضاء والالياف الحمراء، قصه كده علميه كبيره شويه. احمد الاحمر برضه عشان هو بيعمل فنتات وبيراوغ وكده، هو احمد الاحمر. ممكن احمد هشام السيد برضه، احمد هشام السيد لان هو مهاري. خلي بالك احمد هشام السيد هو الوحيد اللي بيشوط بخطوه واحده، يعني هو يعني حتى كان معظم الناس بيقولوا في ماتش الدنمارك كان المفروض ينزل في الاكسترا تايم الاخير والقبل الاخير، هو الوحيد اللي دلوقتي بيشوط بخطوه واحده، عشان كده المدافعين ما بيلحقوش.